بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 83 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا من الرياض، تقول أم سلطان. أم سلطان بدأت رسالتها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، حصل بين وبين زوجي خلاف، فذهبت إلى بيت أهلي وطلبت طلاقي منه ولم يطلقني. وفي فترة بقائي عند أهلي توفي زوجي رحمه الله، ولكني لم أحاد عليه. والآن يا فضيلة الشيخ مضى على وفاته أكثر من 10 أعوام، فما العمل؟ افتونا جزاكم الله خيرا، مع رجاء نصح النساء حتى يتناسين الخلاف مع أزواجهن، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مما لا شك فيه أن الزوجة المتوفى عنها يجب عليها أن تعتد العدة التي أمر الله تعالى بها في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فالله بما تعملون خبير. فعدة الوفاة واجبة لهذه الآية الكريمة، وهي 4 أشهر و10 أيام بالنسبة للحرة. ومن خلال هذه العدة يجب عليها الإحداد، وهو اجتناب الزينة وما يرغب فيها ويجلب الأنظار إليها، الزينة في لباسها والزينة في حليها وبدنها بالخضاب ونحوه، وتتجنب الطيب بجميع أنواعه، وتتجنب الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة. فالإحداد تابع للعدة وحكم من أحكامها، فإذا تركته جاهلة فليس عليها شيء، أما إذا تركته وهي عالمة بوجوبه ومتعمدة لتركه فإنها تأثم بذلك. ولكن العدة صحيحة بمضي وقتها، فإذا مضت 4 أشهر و10 أيام من وفاة الزوج فإنها تنتهي عدة الوفاة وتحل للخطاب، ويجوز لها أن تفعل بنفسها من الزينة ما أباح الله لها من غير فتنة. وأما الخلاف الذي صار بينها وبين زوجها فهذا لا يسقط عنها العدة ولا يسقط عنها الإحداث. وننصح الزوجات بعدم المشادة مع أزواجهن، لأن الله أمر بالعشرة بالمعروف بين الزوجين، وأمر بإقامة الحدود الشرعية فيما بين الزوجين من حسن العشرة وبذل كل منهما الحقوق الواجبة عليه نحو الآخر بالمعروف، وأن يتغاضى كل منهما عما في نفسه من ما يجده نحو الآخر من الغضب والسخط، وأن يتذكر الأزواج أن يتذكروا قرب الموت. فهذه المرأة كانت في خلاف مع زوجها، ذهبت إلى أهلها بسببه ولم تشعر إلا بوفاته، مات وهو غاضب عليها وهي غاضبة عليه، وهذا كله من الشيطان. فالواجب على الزوجين أن يحسن العشرة فيما بينهما، وأن يتنازلا عن، ولو أدى هذا إلى التنازل عن بعض الحقوق بينهما، فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، وقد حصل ما حصل ويبدو من واقع الرسالة وصاحبتها تترحم على متوفاها، يبدو أنها ندمت على ما فعلت، هل عليها من كفارة؟ هل تنصحونها بالدعاء لهذا الرجل المتوفى؟ هل من نصيحة لها ولأمثالها أيضا إضافة إلى ما تفضلتم به؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن التوبة والاستغفار مطلوبان، ولكن حقوق الخلق لا تسقط إلا بمسامحتهم وعفوهم عنها، ولكن على كل حال الندم والتوبة يخفف يخفف إن شاء الله، وعليها أن تحسن إليه بعد موته بالدعاء له والصدقة عنه والإحسان إليه بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه والحج عنه أو العمرة، فإن ذلك مما يخفف إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لا يستبعد أن تكون حصلت على جزء من الميراث وهو حقها الشرعي، هل منكلم حول هذا الموضوع أيضا يحفظكم الله؟ الميراث لا دخل له في مسألة المنازعة والمشادة. طيب. الميراث ثابت لها بوفاته وهي في ذمته. طيب. هو حق شرعي. طيب. طيب. ولكن ما أخطأت في حقه، نعم، هذا هو محل البحث، هو كما ذكرنا. طيب. ولا يسقط إلا بعفوه ومسامحته، ولكن عليها أن تفعل ما تستطيع. طيب. فعل الخير له بعد وفاته. نعم. جزاكم الله خيرا. كأني بالشيخ صالح يقول إن حصولها على جزء من الميراث وقد أحسن إليها الرجل ولم يحرمها من ميراثها مدعاة إلى أن تحسن إليه بعد وفاته. هو تحسن إليه بعد وفاته ولو لم يحصل لها ميراث. طيب. ولكن إذا حصل ميراث وانتفعت به فإن ذلك أيضا مما يسبب أنها ترد بالجميل، ترد بالجميل إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا أخت لنا من نعام تقول أختكم في الله أم سعود، أم سعود لها 5 قضايا، في إحدى قضاياها تقول هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحرام وعليها الدورة الشهرية؟ لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد حتى مصلى العيد. طيب. وهي عليها العادة الشهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وأمر الحيض أن يخرجن لصلاة العيد ويعتزلن المصلى، فالحائض لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد وعليها الحيض للجلوس فيه والمكث فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول هل للمسجد الحرام تحية المسجد؟ لأننا سمعنا أن تحية الطواف تكفي بالنسبة للقادم. نعم. تحية المسجد الحرام الطواف للقادم من بعيد، يعني للقادم إلى مكة. طيب. يبدأ بالطواف. طيب. وإذا طاف بالبيت 7 أشواط فسيصلي 2 ركعة طواف. نعم. فيكون بذلك أدى تحية المسجد، إن شاء أن يجلس يجلس، وإن شاء أن يواصل السعي إذا كان معتمرا. نعم. يفعل. طيب. وأما بالنسبة للمقيم في مكة فإنه كغيره من المساجد، إذا دخله وأراد الجلوس إنه يصلي 2 ركعة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن تحية الطواف ليست لكل أحد بل للقادم من بعيد شيخ صالح. الطواف مشروع ومستحب. طيب. للقادم ولغيره، ولكن الأفضل. نعم. نعم. الأفضل للقادم أن يبدأ بالطواف، وأما المقيم فإنه إذا دخل يكتفي بصلاة 2 ركعة ما يجلس، وإن طاف فلا بأس لأنه زيادة خير. طيب. هل الإقامة حد معين، أيام معدودة، أو يكفي مجرد الإقامة؟ الإقامة على قسمين، إقامة مستمرة. نعم. نعم. وهم الساكنون في مكة. طيب. المكرمة. طيب. أو إقامة عارضة في السفر. نعم. والحكم واحد في هذا. ما شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل قبل صلاة الجمعة سنة؟ ليس لها راتبة، صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها. طيب. وإنما إذا دخل المسجد فإنه يصلي ما تيسر من النوافل، فإن شاء بعد ذلك أن يجلس وينتظر دخول الإمام، وإن شاء أن يواصل الصلاة النافلة إلى
أن يدخل الإمام وهذا أفضل. أما من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. نعم، جزاكم الله خيرا. المرأة إذا توفي زوجها عنها هل يجوز لها أن تصافح النساء في أثناء عدتها؟ لا بأس بذلك، متوفى عنها لا بأس أن تصافح النساء في أثناء عدتها، إنما الممنوع مصافحتها للرجال الذين ليسوا من محارمها. المرأة لا تصافح الرجال غير المحارم لا في عدة الوفاة ولا في غيرها، أما مصافحتها للنساء مصافحتها لمحارمها فلا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: سبق لي أن أديت فريضة الحج وأريد أن أتطوع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نقص عمل ابن آدم قال انظروا هل لعبدي من تطوع، هل يجوز إخراج حجة لي وذلك لعدم توفر المحرم؟ جزاكم الله خيرا. نعم. تقول أختنا: سبق لي أن أديت فريضة الحج وأريد أن أتطوع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نقص عمل ابن آدم قال انظروا هل لعبدي من تطوع. تسأل أيضا: هل يجوز إخراج حجة لي وذلك لعدم توفر المحرم؟ ما دمت أديت الفريضة الحمد لله، فإن تيسر أن تحجي تطوعا وجود المحرم فهو زيادة خير، وإن لم يتيسر فالفريضة كافية والحمد لله، وعليك بصرف المال لمشاريع أخرى من إطعام المساكين والصدقة على الفقراء. وإذا تيسر لك في المستقبل المحرم وحجيت تنفلا فهذا شيء حسن. جزاكم الله خيرا. أفضل المشاريع الخيرية شيخ صالح التي يسعى المسلم للمبادرة إليها؟ أفضلها ما يسد حاجة المسلمين، إذا كان حاجة المسلمين بالطعام والشراب واللباس هذا أفضل. طيب. وإن كان حاجة المسلمين في بناء مسجد يصلون طيب. فيه بحاجتهم إلى ذلك نعم. فهذا أفضل، هذا يتبع شدة الحاجة. نعم. يعني كل عمل كان المسلمون إليه أحوج فهو الأولى يا الشيخ صالح. نعم، وكذلك لو احتاج المسلمون إلى تأمين ماء للشرب طيب. فإن هذا أفضل من غيره، حاجة المسلمين إليه، فكل ما كان المسلمون إليه أحوج نعم. فإنه أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليه. يبدو أن الشطر كبير من هذه الحلقة لأخواتنا. أيضا هنا رسالة من أخت لنا في الطائف، تقول المرسلة: خابة لام، تقول: أنا طالبة في المرحلة الجامعية أشكو من التوتر والارتباك وعدم الثقة بالنفس، الأمر الذي جعلني لا أستطيع الوقوف أمام الطالبات لشرح الدرس، وأنا على أبواب التخرج ولا أستطيع أن أذهب إلى طبيب نفسي لأن أهلي يجهلون كثيرا من الأمور، وأبي وأمي يرفضان رفضا باتا ويفضلان أن أفصل وأترك الدراسة وجهودي، جزاكم الله خيرا إذ أنا حائرة في هذا الأمر وفقكم الله. إذا تيسر أن تكملي الدراسة فهو أحسن، وإذا كان في ذلك مشقة عليك فعليك باتباع الأيسر لك، فإذا كان الأيسر ترك الدراسة فلا مانع من ذلك. وأما الوقوف أمام الطالبات لشرح الدرس هذا الشيء ليس بلازم، إن تيسر واستطعت القيام به فلا بأس، وإن لم يتيسر فعليك بمواصلة الدراسة ولو لم تستطيعي التدريب على التدريس، لعل هذا يزول إن شاء الله، لعل هذا العارض يزول في المستقبل. اللهم نعم. يرى الشيخ صالح أنه مع المران والدربة والتدريب يزول هذا الخوف؟ ربما يكون أنه مع المران أنه يزول هذا الشيء، أو يكون هذا الشيء شيئا عارضا نعم. ثم يزول بإذن الله، المهم أنها لا تيأس من الشفاء بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا. فيما لو ذهبت إلى طبيبة نفسية ولو لم يعلم الأب ولو لم تعلم الأم، هل يرى الشيخ صالح مانع من هذا؟ لا مانع من ذلك، ولكن ما أرى أن الأب أو الأم يمانعان في ذهابها للطبيبة لأخذ العلاج، لأن هذا مصلحة لها وليس فيه مضرة. نعم. وما دامت أنها ستذهب إلى طبيبة من النساء ليس هناك محذور، إنما المحذور في ذهابها إلى طبيب الرجل. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يبدو أن معارضة الأب والأم من كونها ستقوم بمراجعة طبيب الرجل، لكن إذا كان إلى امرأة متخصصة في الطب
الطب النفسي لعلهم لا يمانعون إن شاء الله شيخ صالح. لا يمانعون إن شاء الله، وإذا دعت الضرورة القصوى تذهب إلى طبيب الرجل. الله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطرت المرأة إلى العلاج ليس هناك طبيبة من النساء ولا يوجد إلا طبيب الرجل، فلا مانع أن تذهب إلى الرجل بقدر الضرورة، لكن مع وجود محرم طيب وعدم الخلوة مع الطبيب في محل العلاج، يكون معها محرم طيب ويكون معها من تزول به الخلوة طيب. نعم جزاكم الله خيرا. والأحكام في غاية الوضوح كما تفضلتم شيخ صالح، ماذا تقولون للأب والأم في مثل هذا الموقف؟ نعم نقول لهم سمعوا الإجابة طيب أو يسمعونها طيب. نقول لهم عليكم بالعناية بابنتكم طيب وعدم تركها للمرض طيب والتماس العلاج النافع لها، التماس طبيبة مسلمة تتولى علاجها، وإذا ضاق الأمر واحتاجت إلى مراجعة طبيب مختص هل تذهب أو يذهب معها محرم لمراجعة الطبيب، لعل الله أن ييسر لها علاجا شافيا. اللهم آمين. إنما إهمال المريض هذا غير مستحسن، لأن هذا ترك للأسباب المباحة، والعلاج سبب مباح، والله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب النافعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ذمار في اليمن. باعث الرسالة المستمع أحمد بن محمد الجبري. الأخ أحمد يسأل ويقول هل تجوز القراءة على الموتى وهل يصل أجرها إليهم؟ جزاكم الله خيرا. القراءة على الموتى غير مشروعة، قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما المشروع للموتى الاستغفار لهم والدعاء لهم والصدقة عنهم والحج والعمرة عنهم. كل هذه الأمور وردت في السنة أنها تفعل عن الأموات، وأن الله إذا تقبلها وصل ثوابها إليهم. أما قراءة القرآن للأموات فهذا لم يرد به دليل، قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، والبدع والمحدثات لا خير فيها لا للأحياء ولا للأموات. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية؟ هذا محل خلاف بين العلماء طيب. فإذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة سقطت عنه، كما لو فرضنا أن المأموم جاء والإمام في الركوع فإنه يركع معه ويدرك الركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه فات محلها. وكذلك لو كان الإمام يجهر بالقراءة والمأموم لا يستطيع أن يقرأ والإمام يجهر إنها تسقط عنه أيضا، على الصحيح من أقوال أهل العلم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم جزاكم الله خيرا. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ هكذا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث غير صحيح، نبه أهل العلم على أنه حديث غير صحيح، بل هو حديث ضعيف أو موضوع. نعم الصحابة رضي الله عنهم قدوة بلا شك، دليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلا شك أن الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم أنه عمل مطلوب، لأنهم خير قدوة للمسلمين، واتباعهم واتباع سبيلهم هو مما أمرنا الله تعالى به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام من فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة هم خير القرون.
والاقتداء بهم مطلوب لأنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصلح الأمة وخير القرون، فهم قدوة عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن الشأن في نص هذا الحديث أنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن والسنة ما يغني عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كون هذا الحديث ضعيف أو موضوع لا ينقص شيء من قدر الصحابة والاقتداء بهم، لا شكينا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يقول: إنني بحمد الله ملتزم وأؤدي الصلوات الخمس، وأرى في منامي بيت الله الحرام، وكثيرا ما رأيت نفسي أنني أطوف بالكعبة المشرفة، وقد حدث لي هذا عدة مرات، لماذا تنصحينني تجاه هذه الرؤية؟ جزاكم الله خيرا. هذه رؤية خير إن شاء الله، رؤية المسجد الحرام والطواف به هذا يدل على خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا بماذا تنصحون والحال ما ذكر شيخ صالح؟ أبدا هو لا يلزمه عمل أي شيء، عليه بالاستقامة على الدين وأداء الفرائض. أما أن هذه الرؤية توجب عليه شيئا فهذا غير مشروع، ولكنها تدل على خير يا الله. تدل على تعلقه بالبيت الحرام والطواف، هذا يدل على خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.